ارتفاع على درجات الحرارة مع عطلة نهاية الأسبوع وطقس حار نسبيا في أغلب المناطق وأجواء لطيفة ليلا، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير. من المتوقع بمشيئة الله أن ترتفع درجات الحرارة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، ولتفاصيل أكثر نشاهد خرائط درجات الحرارة الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. نشاهد أن يوم الجمعة تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا مع ساعات النهار، لتبقى الأجواء حارة نسبيا في نهار يوم الجمعة، وأيضا كما نشاهد في نهار يوم السبت يكون هنالك أجواء حارة نسبيا، ويوم الأحد تستمر الأجواء لتبقى حارة نسبيا في معظم المناطق. في هذه الليلة في العاصمة عمان تكون الأجواء صافية، درجة الحرارة تصل إلى 20 درجة مئوية، وسرعة الرياح تصل إلى 15 كيلومتر في الساعة. أما في ثلاثة أيام القادمة، يوم الجمعة تكون درجة الحرارة 31 في العاصمة عمان، يوم السبت والأحد تكون 30 درجة مئوية. أما في ساعات الليل فتنخفض تدريجيا ما بين 20 إلى 19 و 18 درجة من يوم الأحد في العاصمة عمان. ننتقل لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد في مناطق المملكة، نبدأها شمالا من إربد، 34 إلى 22، في المفرق 35 إلى 21، جرش 35 إلى 22 درجة، عجلون 33 إلى 20 درجة مئوية في ساعات المساء، 31 إلى 20 درجة مئوية في عمان، في الزرقاء 35 إلى 22، بلقاء 31 إلى 20، في مادبة 30 إلى 20 درجة مئوية، في البحر الميت أجواء حارة نهارا 40 درجة مئوية و27 في ساعات الليل، الكرك 31 إلى 19، في الطفيلة 29 إلى 20، في معان 34 إلى 23، جبال الشرى 27 إلى 17، وفي العقبة 38 نهارا و27 درجة في ساعات الليل. في المناطق الشرقية رويشد 40 إلى 24، صفاوي 40 إلى 24 أيضا، وفي الأزرق 40 إلى 24. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا، نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.